أنا مرتاح، أنتوا قليل. تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 34,000 ليرة للدولار الواحد، وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان الذي يصل فيه الدولار إلى هذه المستويات. فهل من سقف للارتفاع جنوني للدولار؟ وفي هذا السياق كشف الخبير الاقتصادي البروفيسور جورج نامي عبر جديد دياسبورا أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيزداد تدهوراً في الأيام المقبلة قائلاً: يعني طبعاً سعر صرف الدولار وصل لـ 34,000 ليرة، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار سوف يزداد بالأيام المقبلة. اليوم نحن عم نحكي عن هذا السوق يلي هو بينقال بلبنان عنه سوق سوداء أم غيره. هو فعلاً وعملياً نحن بلبنان تداول الدولار أصبح هو floating exchange rate، يعني سعر صرف عائم بيحدده الطلب والعرض. الطلب على الدولار كبير جدا لأنه نحن الاستهلاك تبعنا بيتطلب دولار، لأنه استهلاكنا هو مبني على الاستيراد بنسبة تفوق 85%، فهيدي هي نقطة أساسية. فإذا في طلب كبير على الدولار داخل السوق اللبناني بينما العرض هو منخفض ومحدود جدا. كما أكد الخبير الاقتصادي جورج نامي أنه لا يوجد سقف لسعر صرف الدولار. مش ممكن لحدا يحدد سقف للارتفاع الجنوني للدولار. هيدا المسار سوف يكمل طالما ما في ماكرو ايكونوميك ستابيليتي بلان، يعني خطة استقرار ماكرو اقتصادي تحاكي الوضع الاقتصادي وتقوم بإرساء سياسات اقتصادية سليمة بهدف تخفيف عجز الميزان التجاري لحتى نخفف خروج دولار من لبنان. هذه نقطة أساسية وليس فقط خطة التعافي المالي. أما بالنسبة للخطوات التي يجب القيام بها لردع هذا التدهور السريع في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، رأى نعمة؟ طبعاً خطة التعافي المالي هي أساسية. موضوع القطاع المصرفي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي حتى ترجع المصارف تفوت في الدورة الاقتصادية كما يجب، هذه نقطة اليوم بعيدة الوصول إلى لأنه ما في توافق حولها، وواضح أنه المسار السياسي لن يكون سهل أمام خطة تعافي مالي وأمام خطة استقرار ماكرو اقتصادي. مشان هيك الانحدار سوف يكمل بهذا المنحى للأيام القادمة. وعن سؤالنا حول تأثير ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار على الوضع الأمني في لبنان، اعتبر نعم أن أما تداعياته على الوضع الأمني فهون نقطة أساسية، أنه اليوم عندما يتدهور سعر الليرة اللبنانية بشكل متزايد، يعني يرتفع سعر الدولار، هذا سوف يؤثر بشكل حاد جدا. أصلاً عندنا تضخم مفرط سوف يزداد بأرقام كبيرة جدا، القدرة الشرائية اللي هي اليوم منعدمة سوف تتآكل تدريجيا بمنحى تصاعدي، وهذا سوف يخلق ضغط اجتماعي كبير على شرائح واسعة جدا من الطبقات الفقيرة والوسطى في لبنان، وهذا ممكن أنه يؤدي إلى انفجار اجتماعي إذا لم يتم تدارك الأمر بأسرع وقت ممكن عبر النقطتين اللي حكينا عنهم، أي خطة تعافي مالي وخطة استقرار ماكرو اقتصادي.